احنا جايين النهارده نعمل مع بعض اكله كده يعني خفيفه ولطيفه، تنفع صيفي وتنفع شتوي، ما بنقفش فيها من المطبخ في الاخر. يعني اكله نغمر علينا ونفتحها ربع ساعه نلاقي نفسنا خلصنا الاكله دي، وهي بيكاته بالمشرب، بس بيكاته فراخ. هنعملها بطريقه سهله وبتركات كده صغيره تحسسنا ان احنا بناكل في مطعم ايطالي بجد. يعني يلا نشوف بقى نعملها مع بعض ازاي. بصوا يا جماعه، المره دي هنعمل البيكاته بصدور الفراخ الرفيعه مش التخينه، رفيعه بالحجم ده اللي هو الوسط، مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. دي بتحافظ ان هي تبقى مستويه بشكل اسرع، وفي نفس الوقت بتفضل جوسي من جوه اللي هي طريه كده ممتعه واحنا بناكلها. هنحط الفراخ في البوله، طبعا غسلينها ومنضفينها وتمام. هنحط معلقه صغيره ملح وحوالي ربع معلقه صغيره فلفل اسود. دي كل التوابل اللي احنا محتاجينها في الوصفه بتاعتنا النهارده، ملح وفلفل اسود بس. هنقلبهم كويس قوي. الخطوه الثانيه هنحط دقيق، وده بقى يا جماعه سر من اسرار البيكاتا بتاعتنا النهارده اللي هي بتدي الطعم الايطالي اللي ملوش حل. جبنه رومي مبشوره، بس مبشوره ناعم قوي كده. هنحط معلقتين حلوين كده عشان نضمن ان هي دخلت في كل الفراخ. هندهن كل قطعه بالليمون بالشكل ده، وناخدها ننزل بيها في الدقيق. هنعفرها تعفيره خفيفه قوي كده، مش محتاجين اكتر من كده. بطاسه على النار هنحط شويه زيت صغيرين قوي مش كتير. هننزل بقطع الفراخ، هنبدا نقلبها على الوش التاني. هي كده خدت لون ذهبي خفيف اهو، وده الشكل اللي احنا بنوصل له. في نفس الطاسه مش هنعمل اي حاجه، هنضيف مكعبين زبده بس كده زي الفل، مش عايزين حاجه ثانيه. بفص ثوم مفروم، الثوم هنا يا جماعه بيعلي التست بتاعها جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هننزل بالمشرب، دي يا جماعه كوبايه شوربه سخنه، لازم تكون سخنه عشان نعرف ننزل بيها. المشروم كده تشوح التشويحه بتاعته، هنبدا نضيف الشوربه. معانا كوبايه كريمه لباني، لو مش موجوده ممكن نستبدلها ان احنا نجيب نص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع لبن، وعليها 3 معالق كريم شانتيه باودر يا جماعه، بس من غير سكر. الخام اللي بنستخدمه في الترط بيكون من غير سكر خام، بنبه عشان ما تبقاش مسكره. ونخلطهم عليها ونقلب فيهم كويس قوي قوي قوي، وبعدين هنضيفهم، هيدينا نفس الطعم ونفس الشكل بتاع الكريمه اللبانه. هنبدا ننزل بقطع الفراخ بتاعتنا، كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنسيبها تغلي دقيقة بس، دقيقة مش اكتر، عشان الكريمة اللي احنا حطيناها كده خلاص هنطفي عليها. وبكده احنا انتهينا من الوجبة بتاعتنا النهاردة، كده بقت وجبة كاملة اهي، قدمناها مع رز ابيض. يا رب تعجبكم، هستناكم تجربوها وهستنى رأي حضراتكم في التعليقات. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.